الغربية. بالنسبة للأيام القليلة المقبلة بحول الله، طيلة الفترة الممتدة ما بين يوم الجمعة إلى غاية يوم الأحد، سنسجل نفس الوضعية الجوية، أجواء مستقرة لكن نسبة رطوبة عالية على المناطق الشمالية على السواحل وكذلك المرتفعات الداخلية. يوم الأحد رياح قوية نسبيا ستميز السواحل مع أجواء مشمسة على العموم بكافة مناطق الجنوب الكبير، درجة الحرارة تبقى معتدلة.